السلام عليكم. هذا الفيديو جدا مشوق وجدا انتم طلبتوه من عندي وجدا جميل. ردتونا نروح البوراك صح؟ خلص هسه رايحينه مزوره. اول شيء تكبسوا على اسطنبول كارت، صار 10 هنا وكارت واحد. عم بقول لك حق الكارت 6. هذا الكارت الزين. يلا حاطين صور مال ذوي احتياجات خاصه، يعلموك ويروك انه الحياه كل شيء ممكن تسوي حتى لو انت شلون ما كنت. فالطريق كله صور مال ناس ذوي احتياجات خاصه مكافحين بالحياه، مكافحين. هاي مال بورما خطيه، الله يساعدهم. لا هاي الهند عذرا. زين هاي الحجية ايش ده تسوي؟ شنو معنى هاي الصورة؟ كمعلومة بتركيا التقبيل بالشوارع بأي مكان عادي، اللي هو البوس يعني عادي بالشارع يحضن حبيبتي يبوسها قدامك ماكو مشكلة. واحد ما يحب البوس. تمارين بالقطار، الناس لما يطنعون المصعد يوقفون بس على هذا السر، اما اللي يريد يمشي يمشي منه، بس العربي يظل عربي. الله عليكم، مو يشبه انس اسكندر اليوتيوبر السعودي؟ شوفوا حتى الصلعه مالته، لا قصدي شعر شعر. محمود بلا براك بلا بطيخ، تعال نشتري لنا هاي الشاورما وخلص. والله ترى براك كلش غالي، اقل وجبه 300 ليره هيك شيء، شاي ب 40 ليره يقول لكم. هاي شلون جت سياره الببجي هنا انا حاطيها؟ هذا الورد اهديه لاحلى متابعين اخوان عمر زكي. والله ما شاء الله شوفوا تركيا اكثرها هيك شكلها حلوه. هذا اكثر انسان ما اعرفه بحياتي وصرنا ميانه وصداقه مو طبيعيه خلال دقائق. مياني زفره الاخيره والله. ابوي هو برج الدلو اجتماعي. الله هاي برج الحوت. مو الدلو ينزل مي؟ سنت الليمون. عايش تفضي. يا سلام. بالمناسبه محمود هو تركي. تركي سوري. اريد اتعلم الحكي العراقي. متجهين الى بوراك عمي اللي حنسوي به مقلب بعد شويه. محمود طول الوقت على التليفون، دير بالك لا تسوي حادث حبي. والله طلع اكو كاديلاك كل شيء اكو، حتى يو بي اس طلع عندهم. اكثر من نص ساعه صار لنا نتمشى. والله منطقه راقيه ما شاء الله. هذا التمثال كلش عجبني والله حلو. هذا همينه اتاتورك بكل مكان. المنطقه اللي احنا بيها هسه حاليا منطقه راقيه، تشوف الناس يختلفون، شوارع تختلف، السيارات تختلف، المطاعم تختلف. فتركيا بيها المناطق القرويه، بيها المناطق على جزيره مثل جزيره الاميرات حنزورها، اكو مناطق جبليه، مناطق زراعيه، مناطق مدنيه مثل هذه. وصلنا للمحل مال بوراك عمي، حتى هذا جزء من المطعم كبير. شوفوا الزحمه مال المطعم ما شاء الله. هسه احنا على الانتظار عيني رقم 5. وهاي اجانا الدور صاحتنا يقول لكم هذه المقبلات واحنا نختار منها انا ايش اللي نريده ويحطوا لنا اياه. حختار هذا. فحركه حلوه منهم يجيبوا لك المقبلات وانت تاخذ اللي تريده وتحطه. بالله خلينا نشوف الاسعار. هسه هذا 500 ليره، هذا هم 500 ليره، هذا 110. والله زين. بتركيا حرامات ما عندهم ديو اللي وانا اموت عليه. هاي مالتنا لو مال منو؟ والله ما ادري. والله فزيت. يا سلام. حلوه حركات النار. محمود الخبز تبعنا ليش ما حطوه على النار؟ وصل الاكل اللي انا طلبته كباب بالفستق. اخر شيء هو العشق الشاي. هاي ايش يصير هنا أنا حريق؟ شوفوا الامه العربيه محترقه ما شاء الله. يا سلام. شوفوا اردوغان الشيخ فزاع، اموت على الشيخ فزاعاني. 24 ساعه فاتحين النار وكان يطلع براق من المطبخ وصار ازدحام عليه. هذا المطبخ الزين مال براق الزين. هاي الماده يحطوها هنا وهي هاي اللي تصير النار. صورني انا مشان يشيل حبيبي. اللي يشتغلون هنا حلو، سوريين اتراك منوعين يعني. هاي دجاجه محشايه احنا العراقيين مضبوطين بها نعرفها، الامه العربيه انقلبت. شوفوا طارق وين طلع، هذا المانجر مالته او المساعد. الحب رونالدينهو هذا من اكثر لاعبين كره القدم اللي احبهم واموت عليهم. سوي نفسك دا تطق صوره. يلا هذا علاء الزين. الله وكيلكم نص ساعه صار لي دا انتظره هنا أنا. واخيرا وصلنا. استاذ لو سمحت. الظاهر ذولا ناس مشاهير والله اعلم. تقدر اوكي. والله عيب يا اخي، صار لنا ساعة ننتظر وكل شوية يقول لي دقيقة ويكون فاتح الكاميرا ويجي. ما يعني الشهرة احيانا هي تكون حلوة لما تكون متواضع، بس اكو ناس يطقطقون الصور وهيك فقط على مود يجيبون بعد زباين اكثر المطاعم او ما شابه. فمو شرط الشخص لما يكون مثلا عبالك متواضع يطقطق ويا اي واحد يسوي فيديوهات ويا مشاهير يكون هذا متواضع، لا هذا على مود شهرة نفسه، على مود الزباين يكثرون وهكذا. التعامل مالتهم ايضا كلش ما عجبني. محمود كل شوي يقول لي مو نو اسكت دير بالك. محمود هاي نسم. اكثر من مره افتح الكاميرا يقول لي دقيقه واجيك. ما شاء الله العرب مضبوطين بالمواعيد، دقيقه تصير ساعه. حبيبي براك اريدك تحكي عراقي. قول احبكم كل شوية. اكيد يا ريت هذا نورمال، بس قول احبكم كل شوية. سلم على عراق، انا بحب عراق ان شاء الله. زيارتكم عريضه زمان من عراق. عراق من قلب بيبقى. وبعد ساعات من الانتظار قدرت يخليه يحكي كم حكايه. صراحه ما اقدر احكم عليه لانه هو شخص ما اعرفه،
بس انا اخذت نظره مو زينه وبعدين اخذت نظره زينه يعني ما اعرف النظره مالتي بعدها ما اقدر اثبت كلامي على شيء. ليس كل ما يلمع ذهب ومو كل شيء تشوفه انت مثل ما تشوفه. اكو هواية خفايا وشغلات بالقلب جوا انت ما تعرفه. هاي هي حكمه اليوم او الشيء اللي انا شفته وتعلمته ويا محمود حبيب قلبي. انا قلت لك الشهره مش لألوم. والله ان شاء الله لألك يا حبيبي. ان شاء الله تونست بهذا الفيديو. انا اجيت لهذا المكان وكله على مودكم الله شاهد، لان انتم بالتعليقات دائما تكتبوا لي روح لتركيا روح البراك وما ادري شنو. بس نصرت مال نيويورك كان يخبل اللحمايه تخبل بحدها ب $500 ستيك كانت تجنن، ولما اكلوني بايدهم والحلويات كان الفيديو رهيب. راح احط لكم رابط الفيديو مال ستيك مال نيويورك مال مطعم نصرت جوا الفيديو هذا، شوفوه يفوتكم والله. اتمنى ما تضيعوا يوم تضحكوا فيه ضحكه حلوه. جسم مسد خالص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. منو احلى كتبوا انا كتبوا بالتعليقات اكتبوا بالتعليقات كتبوا يلا. والله ما اقص اللقطه والله تطلع بالفلوق والله بس اعطيني هذا هذا مجنن عامل ولا مش عارف عامل لك هسه لازم تاكسي متاخرين حيل. خطيه اللي يقعد قدام دائما يتورط بالحساب. مقطيت خطيه صديقنا احمد الفريجي نسى تليفونه بالتاكسي. اخر لقطه هم زين اني مصور التاكسي فرقم التاكسي كان طالع. ان شاء الله هاي راح تفيدنا. وهسه هو محمود راح وركض ما اعرف ليش حيحاولون يسوون فايند ماي ايفون وان شاء الله يا رب يرجعوا الايفون. خطيه اني حاسس باحساسه. هو نفسه هم قال انا الايفون ما يهمني بس الباسوردات والامور والتعب والكتابات والشغلات اللي بيه هاي المشكله. لما فتحنا الموقع ورايحين لعنده بركب حسين لاقيه عم بمشي هو نحن عم نحاول بالتاكسي بس خلص اكلمك دي يلحقوها هسه بالتاكسي بالموقع وانا اعطيتهم رقم التاكسي لانه الحمد لله صورته. اما الان عندي قاعده ويا شخص مهم ويا هذا الشخص حرتب لكم شغلات مجنونه. وهاي الفيديو اللي مصوره هم دزيت لي اياه. بعرفكم على مثنى صالح من العراق. يلا عمري يلا الغالي. يشتغل بقناه تي ار تي التركيه ما شاء الله واليوم قاعده حلوه وسوالف حلوه ودرتب لكم فد اشياء بيرفكت. هذا اللي قاعد تشوفونه زمان. صبروا بس. اجتماعات ولقاءات. الحمد لله لقيت تليفون. الف الحمد لله والله كنت قلق عليهم. ايش فيك تعبان؟ والله تعبان؟ اجا هيجي. اهم شيء بالدنيا تخلي الاي كلاود مالتك ببالك، اهم شيء الابل اي دي مالتك ببالك. بحث تليفوني ورقم السياره اللي اعطيتكم اياها التصوير مالتي مو فاهم؟ اهم شيء وين ما تركبوا التاكسي احفظ رقم السياره والله دايما. بس الحمد لله لقيت تليفونك ورجع لك. الحمد لله. قلت لكم قبل ما ننزل التاكسي والله قلت لكم شوفوا غراب. شوفوا الحلويات اللي عندهم فتشي بيطير العقل. ليش هذه الانواع من البقلاوه؟ والى هنا ينتهي اللقاء ولنا لقاء ثاني ان شاء الله. ان شاء الله لقاءات مو لقاء. اليوم نايم 3 ساعات بس فرحان. شوفك على خير. شوفك على خير قلبي ان شاء الله الجمعه دي. حمودي حبيبي هاي اخر لحظات. شوف جهز غراضه كلها وهسه راح يطلع راح يروح للسويد. راح اشتاق لك والله. الى لقاء اخر تمام. نشوفك مرت اللخ ان شاء الله. ان شاء الله. اهلين وسهلا. هلا هلا كيف الحال اخبارك؟ منور. يلا لازم اروح اخر لحظات. ما حلوه يا اخر لحظات كلش. تسلم. الدنيا صغيره ان شاء الله نتلاقى. يلا مع السلامه. مع السلامه. وانا عمر زكي. اخر لحظات مع السلامه. اما اني كالعاده عندي مونتاج فاني والله ما افتهمت ودخلت كلش. ناس هو يقولوا لي هذا الشخص متكبر وهذا اللي يصور ويا الناس ويحبهم ويسوي فيديوهات وياهم مو لان هو متواضع، هذا على مود يكبر البزنس مالته ويجيب ناس ايش قد ما يقدر ولذلك مخصص وقت كل يوم ساعه واحده او ساعتين يدخل المطعم ويصور ويا الناس مالته، لان كل واحد حيصور ويا صوره راح يخلي قرايبه وهاي يحسدوه يقول هذا شنو راح البروك خل اصور وياه هذا خوش انسان وياخذ صور ويا الكل، فبالتالي يقوي البزنس مالته فبالتالي يربح فلوس اكثر فمن هي من اجل الفلوس. الراي الثاني وقابلت ناس ثانيين قالوا لا والله شكل انسان متواضع وخوش انسان ورحنا عليه ووافق انه نصوره وانه هو اللي اقترح علينا المقلب وانه هو قبل يطلع بالفيديو وانه انسان جدا طيب يعني عكس الكلام. فاني سمعت من الطرفين كلام فما اعرف ما اقدر احكم على انسان ولا اريد احكم عليه اساسا، لكن انا حبيت هذا الفيديو يكون حقيقه ويكون شيء واقعي وشيء ما حد مصوره قبل ايضا اللي هو حقيقه براك. فانتوا كتبوا لي بالتعليقات حقيقه براك انتوا ايش تتوقعوها؟ هل هو حقا شخص متواضع وطيب وانسان محترم؟ لو هو محترم تواضع الى اخره لكن هو دا يسوي هذا الشيء على مود شهره المطعم لو شلون ما دا افتهم. كتبوا لي بالتعليقات رايكم عن هذا الموضوع وشنو اللي انتم التمستوه او شفتوه من الفيديو. اما عن نفسي فاني ضجت من شغلتين او ثلاثه. ليش تاخر علي بالوقت كلش؟ انتظرته يمكن ساعتين كل ما اروح عنده يقول لي دقيقه ويظل نص ساعه ساعه يلا يرجع لي انا اروح له اصلا. حكيت ويا المساعد مالته كان تعامله زباله طبعا لان انا بتركيا فالاحترام وقت ماكو احترام البشر ماكو اخلاق وتعامل ماكو مو مثل نصرة المطعم هذا اللي بنيويورك اللي زرناه اللي هو رابط الفيديو ما
مالته جوا الفيديو شوفوه، لازم تشوفوه، شوفوا فرق التعامل هناك. يوكلون بايدهم، هو نفس الشيء بهذا المطعم، هاي يوكلوك بايدهم على مود تصور وعلى مود هيجي، وحركات النار اللي يمي انا طبعا على مود تصور وعلى مود يشتري المطعم، والناس تسوي فيديوهات وتجي على مود النار وهالفيكات التفاهات. لكن مطعم نصرت حقا هو اقوى وافضل واروع واغلى مطعم اني اكلت بيه وتونست بيه وعشت حياتي وما انسى هذا اليوم ابد. كان بنيويورك، للي ما شايف فلوجات نيويورك يعني كانت فلوجات رائعه جدا، اني ووسيم وصديقتنا قمر. فكل شيء بامريكا سواء كان مطعم تافه مطعم تركي اي شيء، اي شيء بامريكا يكون راقي ورائع واخلاق وتعامل وحرير وحب. اني هذا شفته، هذا رايي، اكتبوا لي جواب التعليقات رايكم، وقفوا الفيديو، ومنو يدري يجوز نزوره مره ثانيه ونسوي به مقلب باذن الله، او نسوي فتشي معين. واذا تريدون تشوفون هذا الشيء فكونوا متاكدين الزر الاحمر جوا الفيديو اكو كلمه اشتراك، تضغط عليها تصير سيلفر يعني فضيه، يعني اشتركت بالقناه يعني راح تجيك الاشعارات، يعني لما نتعلق حقدر اطق قلب، لان انا دائما التعليقات اقراها واطقها قلوب. ايضا كونوا متاكدين متابعين على الانستغرام والفيسبوك قناتنا الثانيه وقناه الالعاب للي يحب الالعاب. دائما كل شيء اسفل الفيديو، دائما اكتب نصايح او كلمات مهمه او ايات قرانيه جميله جدا بها عبره اسفل الفيديو ايضا. هل انتم دائما تفتحون الوصف مال الفيديو؟ تابعوني بكل مكان على مود تتعلمون من كل شيء. والى هنا اصدقائي كان هذا فلوجنا، مستمرين نحو الافضل، اسعد نفسك بنفسك، دمتم في امان الله، كل شيء نحو الافضل متجه، انستغرام فيسبوك قناتي الثانيه كل شيء بالوصف جوا الفيديو. تابعونا بكل مكان وترقبوا الفيديوهات الجايه لان تشعل نار، فيديو اقوى من فيديو، وناس احلى من ناس راح تطلع وياي بالفيديوهات، وراح نقابل ناس احلى من ناس. انا اقرا تعليقاتكم، ولين اقرا تعليقاتكم اصلا سويت هذا الفيديو ورحت البراك. ومستمرين نحو الافضل، اسعد نفسك بنفسك، دمتم في امان الله.